ومعنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب السياسي العراقي أمير المفرجي، مرحبا بك أستاذ أمير. إذا قرار الحكومة كيف تراه؟ قرار الحكومة بحظر تحليق كل أنواع الطائرات في أجواء العراق من دون موافقة الحكومة. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. عندما ننظر إلى ما يحدث في العراق يعني لا نستطيع أن نقبل هذا الأسلوب الذي جاءت به يعني الحكومة العراقية، لأن الحكومة العراقية ليس لها أي يعني قوة أو أي شيء يجعلها فوق وجود الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الحكومة العراقية هي التي جاءت بها الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن المشكلة يعني تتمثل في الإشكالية الموجودة بين هذه الحكومة العراقية التي تؤمر يعني مباشرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والأحزاب الحاكمة التي جاءت لهذه الحكومة لتكون نعم سيد أمير، هي بها من إيران. لهذا فإن هذه الإشكالية هي التي تجعل من أن الحكومة العراقية تحاول أن تثبت للأحزاب الحاكمة التي يعني جاءت بها إيران في العراق على أنها هي قادرة على وقف التدخل الأمريكي أو وقف أي يعني تدخل خارجي، لأن ما حدث على معسكر الميليشيات في معسكر صقر هو على ما يبدو ضربة جوية قد تكون من داخل من يعني من قبل طائرات أو من قبل دوارج. عفوا، تقصد أن الحكومة لا تمتلك، حكومة عبد المهدي، سيادة على أجواء العراق لكي تخطو هذه الخطوة؟ أستاذ نصير، الحكومة العراقية لا تملك القدرة على إسقاط حتى طائرة ورقية. يعني لا تنسى بأن هناك اتفاقية إطار استراتيجي وقعت في 2003 بين النظام العراقي الجديد، بين الحكومات المتتابعة وبين الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة اليد الطولة في يعني الموضوع العسكري والسياسي في العراق، بالرغم من مشاركة إيران، لأن الوضع الداخلي الإيراني العراقي داخلا يساعد يعني على وجود إيران، ولأن أمريكا تحتاج إلى إيران في الوقت الحاضر، ولكن الآن تبللت الأمور. بالنسبة إلى الحكومة العراقية، لا تستطيع أن تفرض سيطرتها على الأجواء العراقية، لأننا وكما نعرف الأجواء العراقية ليست يعني هذه المتانة. لاحظ ما يحدث في حرب اليمن مع المملكة العربية السعودية، طائرات حوثية تستطيع أن تدخل إلى المجال السعودي بالرغم من وجود الترسانة السعودية المتطورة التي جاءت بها من الغرب ومن أمريكا. إذا كيف سيطبق هذا القرار المعلن من الحكومة، خصوصا بعد تصريح لجنة الدفاع البرلمانية وصفت هذا القرار الحكومي بالمتخبط، لأن العراق أصلا يعني لا يمتلك منظومة دفاع جوي؟ بالضبط بالضبط، يعني العراق عسكريا هو يعني تابع لما يعني تقدمه القوات الأمريكية، وداخليا تابع إلى الميليشيات التي هي تحكم الشارع العراقي، ولكن عسكريا من الناحية العسكرية الأيديولوجية والاستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة اليد الطولة في العراق، وليس السيد عادل عبد المهدي له القابلية أن يفرض السيطرة على الأجواء العراقية، لأن المشكلة هي مشكلة يعني إيران مع أمريكا. وما يحدث في العراق هو صراع داخلي عراقي يمثل الصراع الأمريكي الإيراني في العراق. أيضا أستاذ أمير، هل يعد هذا القرار اعترافا ضمنيا بأن ما حدث في معسكر الصقر قبل أيام كان بسبب غارة خارجية استهدفت معسكرات الميليشيات المرتبطة بإيران؟ يعني المصادر العسكرية سواء كانت غربية أو حتى إسرائيلية تقول بأن ضرب معسكر الصقر كان من قبل الطائرات، ولكن ليس هناك إثبات رسمي بأنها طائرات قد جاءت من إسرائيل. ولكن المشكلة التي يجب أن نفهمها بوضوح أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال وجود الحكومات العراقية المتتابعة كحكومة السيد عادل عبد المهدي الآن لا تريد أن تعقد الأمور في الوقت الحاضر في الداخل العراقي،
أمريكا لها برنامج للقضاء على إيران عن طريق العقوبات الاقتصادية، ولا تريد أن تصعد الموقف في العراق، لأن إيران سوف تساعد على تصعيد هذا الموقف من قبل ميليشياتها. وكما نعرف الولايات المتحدة الأمريكية لها جنود في العراق. إذن العامل الأول الذي يجعل من أمريكا أن لا تتكلم بأنها قد تكون هي التي ضربت المعسكرات. بعد هذا القرار، عفوا، يعني بعد هذا القرار هل ستتمكن الميليشيات من تفادي تلك الغارات، إن حصلت غارات أخرى مستقبلية بعد صدور هذا القرار؟ لا أعتقد، لأن الميليشيات الموجودة في العراق هي ميليشيات يعني ليس لها القابلية العسكرية، هي ميليشيات تدربت على حرب الشوارع ولكن ليس لها القابلية على مجابهة التطور الإلكتروني العسكري الأمريكي الذي، وكما نعرف، يعني الولايات المتحدة هي القوة الأولى في العالم. إذا أنا في نظري وك يعني خلاصة لما قيل في هذا الموضوع، المشكلة أنه جاءت لأن الميليشيات الموجودة في العراق ومن قبل يعني أمر إيراني تريد أن تقلد الولايات المتحدة الأمريكية من العراق عن طريق يعني ما يقال أخيرا في البرلمان يعني لخروج أمريكا من قبل عن طريق ما وقع في 2008 من خلال الاتفاقيه التي سميت بالاتفاقيه الاطار الاستراتيجي، يعني وجود القوات الامريكيه سيساهم في ردع ايران في العراق، وهذا ما تخشاه الميليشيات والنظام العراقي على حد سواء. اشكرك شكرا جزيلا سيد امير الفرجي السياسي العراقي عبر سكايب من باريس.